السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس علاء الدين الإرداز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لآلية تركيب الوحدات الخارجية لريسبشن الدور الأرضي بمشروع فندق الشارع العام بمدينة جيزان. فهذا الفيديو تحديدا بنوضح آلية تركيب الوحدات الخارجية باك سايد اوف بيلدينج أو بالجزء الخلفي من المبنى، سواء لمشروع فندق، سواء لمشروع فيلا، سواء لمشروع كافيه، سواء لأي مشروع خاص أو على حسب في حالة عدم وجود أماكن بالسطح أو عدم تركيب الوحدات الخارجية بالسطح. فإحنا بنستغل الجزء الخلفي من المبنى زي ما إحنا شايفين الوحدات متركبة على قواعد حديدية مدهونة بدهان عازل ضد الرطوبة بشكل جيد جدا وبتنسيق جيد جدا في الجزء الخلفي من المبنى. طبعا عندنا هنا المكيفات كونسيلد مخفي ماركة جري. طبعا احنا حريصين بشكل كبير جدا ان اي معلومة تفيد قسم التكييف بشكل كامل للعملاء بشكل كبير جدا. وزي ما احنا شايفين بالنسبة للمواسير النحاسية ممددة داخل لاي فليكسيبل جرجوري زي ما احنا شايفين هنا، وطبعا برضو مع وجود سلك الكهرباء بجانب اللي جاي يتم التوصيل فيما بعد وسهولة الصيانة والتشغيل فيما بعد على ارتفاع 3 متر من الارض. فده كان فيديو توضيحي يوضح آلية تركيب الوحدات الخارجية. فاحنا حريصين ان شاء الله ان اي معلومة في التكييف او اي آلية عمل نوثقها، رقم واحد لكي يكون علم ينتفع به، رقم اتنين لكي يستفادوا عملائنا والعملاء الاخرين. وده كان فيديو توضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي ماركة جري خاص بالوحدات الخارجية في حالة تركيبها خلف المبنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الإرداز الفدي للتكييف. مبدأنا اعمل لأسوأ الظروف تحصل على أحسن نتائج، مبدأنا تلاشى المشكلة قبل حدوثها، وده أفضل مبدأ لنجاح أي منظومة على الإطلاق. تحياتي علاء الدين.